العالم يشتعل، هذا هو عنوان عام 2019. خلال هذه السنة اندلعت الحرائق في مختلف المناطق بالعالم، وأشدها شهدتها غابات الأمازون بين شهري يناير وأغسطس بسبب التغيير المناخي من جهة، وبسبب سياسة الرئيس البرازيلي خير بولسونارو الذي شجع التعدين واستغلال الغابات بشكل غير قانوني من جهة أخرى. شهدت مدريد خلال هذا العام في مؤتمر الأمم المتحدة 25 للمناخ أطول محادثات مناخية في التاريخ، والتي انتهت بفشل ذريع. رغم هذا الفشل، نجحت الناشطة السويدية غريتا ثامبرغ البالغة من العمر 16 عاماً في تسليط الضوء على الأزمة المناخية والحاجة الماسة لحماية البيئة من خلال خطابها في قمة جمعية الأمم المتحدة للاحتباس الحراري، الأمر الذي استفز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجعلها ندة له، وخاصة بعد أن حازت على لقب شخصية العام من قبل مجلة تايمز الأمريكية. وفي السياق الاقتصادي، واجه عام 2019 تحديات مختلفة أججتها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية الواردة لبلاده، جعل بكين تشدد على الرسوم القائمة على البضائع الأمريكية. الحرب التجارية بدت حاضرة في العلاقات بين الولايات المتحدة وكل من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها. والسياق الاقتصادي كان الدافع لفوز بوريس جونسون في الانتخابات البريطانية، والتي سجل فيها المحافظون فوزاً ساحقاً قد يحسم أزمة البريكزيت لصالح جونسون، حيث من المفترض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 من يناير لعام 2020، الأمر الذي سيضع علامات استفهام كثيرة حول استمرار تماسك الاتحاد الأوروبي. وفي الرياضة، شهد عام 2019 تفوقاً بارزاً لكرة القدم في شتى البطولات، ليبرز المنتخب الجزائري بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية. استطاع هذا المنتخب للمرة الثانية في تاريخه تحقيق لقب بطل كأس أفريقيا بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب السنغال بنتيجة هدف مقابل لا شيء. وفي سياق ذي صلة، حصل نادي ليفربول على لقب دوري أبطال أوروبا لعام 2019 واللقب السادس في تاريخه بالنهائي الأوروبي، لينهي هذا العام بفوزه بلقب بطل العالم للأندية بتغلبه على بطل القارة الأمريكية فلامينغو. من جهة أخرى، لاقت روسيا فرضاً للعقوبات الرياضية على خلفية التلاعب ببيانات فحوص المنشطات قبل تقديمها للجنة مكافحة المنشطات وادا، والتي منعت روسيا لمدة 4 أعوام من المشاركة في الألعاب الأولمبية، كأس العالم، كرة القدم وغيرها من المسابقات. وفي سياق آخر، حاولت إسرائيل استخدام المنافسات الرياضية كمدخل للتطبيع مع الدول العربية خلال هذا العام، خاصة بعد مشاركة وفد إسرائيلي بألعاب الجمباز في الدوحة ومشاركة منتخب الجودو الإسرائيلي بمباريات أبوظبي. وفي الأخيرة، نافس لاعبون إسرائيليون للمرة الأولى في أبوظبي تحت العلم الإسرائيلي ومع رفع رموزهم الوطنية وعزف النشيد الوطني هتكفا في الإمارات للمرة الأولى خلال هذه المنافسة، والذي اعتبر فخراً وطنياً للشعب الإسرائيلي على حد تعبير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استكمالاً لعلاقات تطبيعية مع دول الخليج.